طب بص اذنك يا كابتن عادل، نروح لزميلنا شريف شعبان ولقاء مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. اتفضل يا شريف. تحياتي ليك يا كابتن ايمن ولضيوفك ولكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان. باليوم مبروك لحضرتك، باليوم مبروك لضيوفك، باليوم مبروك لكل جماهير النادي الاهلي. فوز الاهلي على فريق المقصه الكبير طبعا 4-0. معي مدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ. بقول لك كابتن مليون مبروك، فوز يعني الماتش كان صعب بس فوز جاي في وقت مهم جدا 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 قبل نهائي افريقي، معنويات مرتفعه الحمد لله. هنروح مستريحين بعد فوز على فريق مقصه في السويس والتعب، وفريق يعني كان بلغه الكوره كانت رخمت علينا في اول الجيم بس الحمد لله قدرنا نفنش ب4 أهداف مقابل هدف. يعني الحمد لله طبعا على كل شيء. يعني انت بتتكلم مباراه من سلسله مباريات متتاليه ومهمه جدا في مشوار الدوري. يعني الشوط الاول بالتاكيد هي دي عالم كره القدم، يعني بين الشوطين الماتش مش سهل ابدا، ما تستسهلش اي مباراه وما تبقاش حاسس ان انت هتجيب جول في اي لحظه. يعني ممكن دي عالم ان انت ممكن تهدف في اي توقيت، لكن في النهايه لازم يبقى في شراسه اكتر من كده. الشوط الاول اضعنا عدد كبير جدا من الاهداف ودخل مرمانا هدف، ودي برده كره القدم يعني، لكن في النهايه الحمد لله رب العالمين مكسب مهم جدا. اللي محدش يعرفه ان كجهاز شغالين مع شريف او ولصلاح وكل الفراوده بقالكم 10 ايام تخصص على الجول، الكور العرضيه بالدماغ، مش سايبين حجر الظروف. النهارده الحمد لله شريف بيترجم التمرين اللي بقاله فتره، هدف بالراس والاروع والاجمل. هو جاب هدفين النهارده بالدماغ، الهدف الاول والثاني. لا الحمد لله طبعا، يعني طبعا ده برضو شغل الجهاز الفني، موسيماني مع كابتن سامي مع كيفن مع موسي مع كابيلو والمجموعه كلها. لكن في النهايه الحمد لله طبعا على كل شيء. يعني خلينا بس نتكلم ان المباراه كانت مهمه في 48 ساعه. انت لعب بيوم الخميس مع المقاولين، النهارده تلعب مع المقاصه في السويس هنا، وهنطلع على كايزر تشيفز. يعني من بكره ان شاء الله الرحمن عندنا اجازه بكره، لكن بعد بكره هنتمرن الصبح وبعدين هنسافر لنهائي افريقيا، هنسافر لدوري ابطال افريقيا، هنسافر لمباراه. يكفي ان انت تقول بس نهائي دوري ابطال افريقيا مع مين وضد مين، يعني خلينا نحط في الحسبان اهميه اللقاء وقوته واهميه البطوله. هنفصل النهارده مباراه الدوري، هتبقى حريص تقول لعيبتك ايه قبل النهائي الافريقي، نهائي الحلم، النجمه العاشره. اقول لهم مبروك وخد نفسكم النهارده، وبكره ان شاء الله الرحمن نرتاح كلنا، وبعد بكره ان شاء الله الرحمن عندنا واجب مهم جدا 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 ان احنا ان شاء الله الرحمن باذن الله ان احنا نعمله. يعني عندنا واجب مهم قوي ان احنا نحافظ على اللقب بتاعنا، ومهم قوي ان احنا نتعامل مع مباراه بمنتهى الجديه، ونلعب فرقه هي يعني على مدار العشر مباريات الاخيره سواء كان في دوري المجموعات او في دور الثمانيه او في دور الـ16 لعبت 10 مباريات ما بين داخلي وخارجي، خسرت مباراتين بس يعني من العشره. يعني اتعادلت مع بترو اتلتيكو في انجولا، اتعادلت مع حوريه كوناكري في انجولا، كسبت الوداد في المغرب. فبالتالي انت عندك فرقه بتعرف تلعب كويس قوي، وخصوصا بره هم فرقه كويسه بالتاكيد، ولا ما وصلتش اللي هي وصلت له ده. فانت بتلعب في 10 مباريات في دوري ابطال افريقيا، بتخسر مباراتين اثنين وبتكسب الوداد في الوداد، وبتتعادل مع بترو اتلتيكو، وبتتعادل مع حوريه كوناكري، كل ده بره ارضها. فانت هتلاعب فرقه وخصم عنيد جدا جدا وعنده دوافع برده كبيره. يعني نجم العشرة باذن الله الاهلي يا رب ان شاء الله يا رب. شكرا. كابتن ايمن، ده كان لقاءنا مع مدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ عقب لقاء فريق المقصه والاهلي، وفوز طبعا كبير للنادي الاهلي 4-0 مقابل هدف. خليني اقول لك كابتن ايمن اخيرا ان فعلا مستر بيتسو موسيماني شغال تمرينات تخصص بعد انتهاء بنهايه المران، كل مران بيشتغل تخصص لمحمد شريف ولصلاح محسن، خصوصا في الكره العرضيه، الكروسات العرضيه والهيدرز او الهيدرز، يعني الهيدرز بتاع صلاح محسن ومحمد شريف. النهارده اتى بسمارو احرز هدفين براسه ولا اروع ولا اجمل. بالمرور حضرتك ومشاهدينك طبعا وكل جماهير النادي الاهلي، عوده ليك من جديد كابتن ايمن.